اهلا بابا. حط التليفون. لا لا صح، قصرتي بتاع الكريمينال حطوه هو على القضيه بتاع المطار وبتاع التسلحه. شوفني بغرفه خارج مسكو. اذا كنا نلقاو معاه حل يفضلنا برشا مشاكل. اكيد تسكر تسكر مشيرات الكل. سنين عم نعاني في بوه، ولده ظهر فيه راسه مربط اكثر منه، وزيد جاي يحبو تحت من يمرد. كيفاه بابا؟ جاي عامل روحه يحب ياكل، يحب يستقات. حتى كان هو ما ياكلش، يا ترى نشوفه غير، ولا حتى شكون فوق. ايه ما هو مسلمينه الابحاث الكل. حصل على رفات قبل. تعرف اللي واحد كيما ذاك ينجم يقلبها سفيها على عليها بالمدير وبالاداره وبالوزير وما يقف قدامه حتى حد. ما تنجمش بابا تضربه كرهبه واللي يضربه يتفجع ويهرب. يا ربي علاش ما تدور بيا كل بهيم؟ قداش من مره قلنا وفسرنا عودنا للحاكم ما يتمسش. ممنوع. في هذه مانيش بهيم وفاهمها عندي برشا. خاطر كيف يبدا اللعبه براس اختي، الحاكم وغير الحاكم يتمس وزيد يتمس. اول مره في حياتي نحس ان الامور فالته من يدي. خايف ندخل في يد عازق ما نجمش نخرج منه. هي باش نقعدوا في راي جايه؟ بفلوسنا بعلاقاتنا بالناس اللي لحم كتافهم من خيرنا وما نجموا نعملوا شيء؟ تعرف يا اسماعيل علاش عمري كامل انا مسلكها؟ على خاطر وقت الناس كل تدخل بعضها انا دمي يقعد ديما بارد. أما المرة هذه اللعب وصل لبنتي، وأنا نعرف قداش تحب أختك، على ذاك حبيت تسمع منك. شنو تحب تسمع منك؟ ما غير ما تطول عليك، البوليس حب يعمل معايا مرشي، مرشي واضح، نعطيش كون قتل المطار، ويطفي الضوء هو على قتل والتسلح. لا. شنو اللي لا؟ نجموش نقعدوا تحت رحمة جرد بوليس، انتظام ان ذوكم ولاد مفيدة ولا اسمه ما يتكلموش. بابا الحكاية لا حكاية فلوس لا حكاية قدر. المرة ذي راس اختي في اللعب. سفيان كان يطلع كيما ابوه، راهو عنده كلمة. شكون سفيان؟ الشرطي اللي نحكيك عليه مقبلة. انا باش نرتاح له لازم تكون عنده كلمة صحيحة. أما مدفون 3 متر تحت الأرض. احنا ما نخطوش البوليسية. أما نجم نلقاو له دخل أخرى. خلي ممحول. يحب الشراب والقعدات. أما ما عندوش فلوس. إمكانياته ضعيفة. عايش كأنه كل شهر. لا شبيهم خلينا في بوست مهم كما هذا. قالوا ماضي والخمارة جنب المصانع والسجن مطرح الجنينة والخمارة زيد وصولك عم زيرة. أما كور بيك بن سالم كما حب. منين جبت الحكاية؟ عملت معاه ضربات سبارينغ خلصني مشي على الروح. سبارينغ؟ تكذب على روحك ولا على شكون؟ تي باتشيتو كان ريسبتور مخه قلبتهول. ما عرفتش عليك كيف عملت، اما كان خايف والخوف تنحال. هو حلك في الجنة ذريع وعدك شي يهزك معاه لفرنسا. وانت مين؟ إذاعة بيرم اف ام. شفت وجهك نهار اللي ربح الماتش؟ طفيك جملة. في الدنيا هذه كيف تكعبرك؟ لازم تكربس وتقوم، عمرك ما تغزل التالي. تنجم تفسر لي يا سي افلاطون، علاش في الدنيا هذه كل ما تدخل في حكايه ديما تكعبر لك اللي كنتي؟ مزهر. احكي معاك بالرسمي. علاش ما تاخذش الريفانج بتاعك على الرينج؟ انا ناخذ الريفانج؟ تي الكومباوات لازم نربحهم باش يخلوني ناخذ قدامه برك، شوف نخرج منهم شوف ليه. ريفانج. بدر، انا نحبك تاخذ الريفانج بتاعك بيان. كيما وقفت معاه هو تاخذ مع اخوك. صعيب صعيب ياسر. هي صعيبة على الاخ اما مش امبوسيبل. انت تعرفه مليح، نجم نخرج منه ولا
برشا خدمة يوم كنت نجم تخف قدام مش تربح وما نعرفش. هي بيش قلت نجربه ولا داني بعديك عايشك يا ربي ميرسي خير شويه يدك نو سافا سافا ما تحبش تطلع تشرب حاجه هاي نحب نحب هاي سلام الأستاذة موجودة؟ عسلامة، وي موجودة، دقيقة بركة فما كليون باش يدخل لها، تفضل سي سوفيان. تفضل سوفيان. عايشك. ما هو لاباس؟ لاباس. سامحني أستاذة أنا أعرف اللي قضيتي تفصلت، واللي كلية تشدت أختها. وعندي زاد إنذار قضائي. ونحب نرجع نشوف ولدي. بعد اللي صار الكل؟ ربي يعلم ما فضيناها كان بالسيف. جبرة بطليقتك جات متفاهمة. طليقتك كما تقول أنت حرمتني من ولدي. خلاص في نفختو؟ لا. أما لبس عليها على الآخر. حاشتهاش بزوز فرانك اللي باش تاخوها من شهرتي. الساعة مش هي اللي حاشتها. الفلوس هذوك ماهوش فلوسها، فلوس ولدك، حقه. نعرف. ملكي تعرف عطيهم له. هي النفقة ماهيش برشا. أما تلموا. نجموش تلقاو حل نخلصوها بالطرف بالطرف. شوف سفيان احنا من بكري نحكيو على النفقه اما انا وانت نعرفوا ان المشكل ماهوش مشكل نفقه خي ما تصيرش المدينه الكل يخرجوا مع اولادهم يضيعوهم وبعد الطفل لقيناه ولاباس عليه نولي تحرم مع تشراه ضيعتو على خاطرك رقدت هزك النوم وطفل قعد ضايع شطر نهار استاذ اللي تحكي فيه كل نعرف ما تجيش باش نضيع لك وقتك فما حل باش نرجع نشوف انت اي ولا لا بطلت الشراب سامحني مش قلت ما تحبش تضيع وقتك هذا هو المشكل وهذا هو الحل بطلت الشراب عندك مقر سكنه لائق تستقبل فيه الصغير طريقتك مش متحبك تشوف ولدك طريقتك خايفه على ولدها وعندها الحق بورتون تعرف اللي انت تحبه والحقيقه المراه ماهيش خايبه ومعاملت معاك كان مليح ووسعت بيها برشا جعل منك استاذه مجيش باش نحكي على مرتي طريقتك باهي طريقتي طريقتي حرمتني اني نراه ولدي فما حل باش نرجع نشوفه اي ولا لا بيان سور تخلص النفقه وتجيب ما يثبت اللي انت تبعت علاج الاقلاع على الادمان من الكحول ومرجع اجتماعي يجيك للدار باش تعين مقر السكنه نتاعك وتشوفوا اذا كان صالح باش يجي فيه صغير والا لا وراهو زياره لولا باش تكون معاك مرجع اجتماعي كان الامور كل مشيت على ما يرام نجم تشوف ولدك في الاعياد وفي العطل أستاذ راه دارنا عندهم قضية كبيرة عندك وأنا جيت نتبع في قضيتي وماذا بيا كانت عيطت لي سي بايرم أها سامحني تفضل اقعد سي بايرم خليني نشوف الدوسي نتاعكم أما راه ما فما حدا شي جديد مش مشكل أنا عندي سؤال واحد تو نورمالمون كي باش تشوف الحكاية هذيا الكل أنا باش نولي ملياردير ليه مش انتي زباير الوالده ربي فضلها لك تي شنيا انا شنيا امي ما تهمي باش تولي ملياردير هي كيما قلت انت نورمالمون والله قعدت نخمم المليارات نتاع دارنا باش نقعد نتصرف فيهم انا الحكايه ما عنديش لها برشا وقت
حبيت نشوف معاك نجمش نلقى محامي ولا محامية. تتليري بملك نجم سي ماري، أما حتى ولي مملك خاطر حتى لتو مازال ما فما شيء. عجب ولي صار البارح حتى شيء؟ بشوية ما مباير مشوني بلوس عندي حورة فيه يستنيو. عندك حورة فيه يستنيو؟ أما لا تو نشريها أنا البورتمان نتاعك ولا تعرفش كيفاش؟ هتو نشري البلاص بكل هي محسوبة النقل. هي أنت تنقل وأنا نشري، كان لزمتو نشري المحكمة. في الأثناء حبيت نقول لك إني أنا مانيش خاصة في أتعابي. وفي الأثناء أتعابي أنا متاع البارح، شكون شي خلصني فيهم؟ ونسلوها شام سنين ولا يخدم وحده، وزيد مطفي الضوء على المكس. يا أخي ربي هز بتاعه. شي ضحك فيك؟ ما نتفهموش في الخدمة، هذه حاجة ما واحد منا يتقتل ونقوموا نضحكوا، هذه حاجة أخرى، معناتها أنا نخرج من هوني يعرضيني جوز يفرحوا بيا بكرتوشتين تموت بالضحك، أنت تعمل زرد ها؟ حاجة بعيد الشر عليك، فاش قام الكلام؟ كان باش دوروها كل واحد يضرب على دربوه باش نتيحوا بالواحد بالواحد. أنا موش باش يجيني النوم حتى نعرف شكون قتل ولد صلوحة. وأنت تتضحك، عجبتك الحكاية. تطلعش أنت اللي قتلته. كلام هذا حاج، أنا عمري ما خرجت من تحت أمرتك. باهي توا نمشيو للصحيح. أنا نعرف نقرا في وجوه الرجال، ونعرف اللي حتى واحد فيكم ما يحب يعرف شكون قتل ولد صلوحة، أما الكلكم قاعدين تقانسوا في السيكتور نتاعو، تحبوا تاخذوا بقاتو. هاي شكون يحب ياخذ السيكتور نتاع ولد صلوحة؟ ما لا بصفة مؤقتة وحتى لينتظر الحقيقة. هاو سكتور ولد صلوحة عندي. حاج بكر تعرف اللي الناس كلامها موذي، والناس الكل مش يحكيوا اللي يموتوا ولد صلوحة في مصلحة الحاج وعائلته. بالأخص اللي ولادك يدوروا من بلاصة لبلاصة ويحكيوا ويحبوا يتوسعوا. حاج أنا ما نحبش فيك حتى كلمة هكا ولا هكا. تعرفش كيفاش؟ خليه سكتور ولد صلوحة عندي، وأنا نهز الكلمات والتهديدات وحدي. يا عادك هكا باش نوليو تراتر حاج، متخبين ورا سي جمال. يا علاش ما نقسموش السكتور؟ لين ربي يعمل دليل ونعرفوا شكون غدر بينا. سيكتور واحد متحامين فيه برشا من الناس عمرها ما كانت فكره باهيه. الناس تولي تدك على بعضها، وهذا تغر هذا، وهذا تعدى على اخت هذا. مادام سي جمال يحب يهز السيكتور الكل، خلي سي جمال يخدم على روحه. هي ما نحكيو على برشا فلوس حاج. كاينه بلاصة ولد صلوحة عزيز عليك. اذا كان ترمي في المعنى اللي انا قتلت ولد صلوحة، انا ما قتلتوش. ومانيش داخل جمعيه خيريه، داخل بفلوسي. سكتور ولد صلوحة في برشا فلوس، وانا ناوي على باي. ما فماش علاش يجي جمال ولا غيره ويهز الكل. ما نجم معايا خيريه. فكرتني يعطيك الصحه. اما الفلوس اللي تجيب التبلبيز عمرها ما كانت فلوس. عمار انت تاخذ بقعه ولد صلوحة. هاو جمال معاك يثبت عليك. الفلوس اللي تصوروها الكل تقسموها على اللي دايرين بالطاوله. كان انا. نحب حتى فرنك حتى نعرف شكون قتل ولد صلوحة. ما يجيش منه الميلار تحت ساقيا وانا نجري في جرة زوز فرنك. تحب تطلع عليا؟ حتى انا نحب نطلع على ولدي زاد ديما ديما خاطر نحبك انت. شكون جا شو؟ بابا توحش؟ بعدين توحشتك توحشتك برشا. عايشك وراه باش نبدا نطلع نزلت. هاي نمشيو مجدي ما عادش بكري كل باي باي بابا عزيزي. باي باي. سلامة طنطون فوزي. هاي نمشي. سلامة. مرام بنت حلال. ساعة ساعة جيب ولدك طلع لعزيزو. أنا ود حلال بابا ولا لا؟ انت حنين وقلبك باهي. اما شنو؟ اما تهبط الكوبي. انت شنو جاي باش تنكد عليا؟ عندك الحق. الزينه من الكد والكوبي. غبرتو انا مش كنت سهل. بطل الشراب. لا لا عاد نعرف قداش يلزمني من مليون باش نخلص النفقه. ونقد الدار من قدها. زيد نعمل فيها جنينه هكا بالبيسين باش ولدي كي يجي بحذايا يلقوني راه. قلت
حطوا شكلي كنت حبيت. انت شو ما صرنا للملايين وجنينا بالبيسين. انت بدنا نخص مشروب الشعر. بعدها مرة بالليل. عندك الحق. سمعت المحامي شنو قاتل يلزمني نعمل باش نرجع ولدي. وزيد تشوف رجل امه كيفاش معايشه. رجل امه؟ ها قلتها رجل امه. ويقعد ديما رجل امه. حد ما ياخذ بلاصة حد وراس ولدي. اختار توا من حكاية هذوما. أنا نحمل الثقل عليه. يظهر الحكاية أكبر من جرمي. الحكاية؟ البوليس اللي تقتل قدام دي أبو بكر. فرد نتاعو تسرق. تقتل به لحام اسمه تصلح. الناس كل شاكين في واحد اسمه جمال. وما لا شك في أبو بكر.